السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعار السيارات ليوم 25 جوان 2021، خوتي جبنا لكم السيارات، اكتبتوا هنا في تعليق. خوتي اللي خصتوا أي سيارة اكتب لنا في تعليق نجيبوها له بحول الله. نبدأ مع السيارة الأولى على بركة الله، إيبيزا اف ايرلاني 2013، طاقة مازوت، المحرك 1.6 شوفو، مشية 99 ألف، كاتيجري صافية. خوتي السيارة صبيغة دوب زيرو، عطاولو 221 مليون، موجودة في الجزائر القبة. قرأوا البطاقة التقنية لخاوتي قبل ما تعيطون مولاه. إيبيزا 2013، طاقة مازوت، المحرك 1.6 شوفو، مشية 197 ألف، كارتيكري صافية. خاوتي السيارة فيها فروة في الكابو وبوتي تراكور في البارشوك، عطاولو 168 مليون، موجودة في سطيف. قرأوا البطاقة التقنية لخاوتي قبل ما تعيطون مولاه. ليو اف ايرلاني 2014، طاقة مازوت، المحرك 2.0، 143 شوفو، مشية 200 ألف، كارتيكري صافية، اللون رمادي فاتح. خاوتي هذه السيارة عطاولو 220 مليون، موجودة في قسنطينة. قرأوا البطاقة التقنية لخاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. كورولا 2010، طاقة مازوت، المحرك 2.0، ومشية 225 ألف، اللون رمادي، كارتيكري صافية. خاوتي السيارة عطاولو 154 مليون، موجودة في الأغواط. قرأوا البطاقة التقنية لخوتي قبل ما تعيطوا المولاه. فورد فيستا لاني 2012، طاقة بنزين، محرك 1.25 شوفوا، ماشية 187 في اللون بني، كارتيكري صافية. خوتي السيارة الموتور 10/10، سونسبونسيو 10/10، فيها دو بار شوك والباب والأفو والكابو. خوتي السيارة عطاولو 112 مليون، موجودة في تلمسان. قرأوا البطاقة التقنية لخاوتي قبل ما تحيطوا المولاه.
فورد فيستالاني 2008 الطاقة بنزين المحرك 1.25 شوفوا ماشية 253 في اللون أسود كارت جريس صافية خوتي السيارة الموتور 10/10 سونسبونسي 10/10 صبيغة فيها ليزال أفو وشوية في الباب كوتي باساجي الصالون 10/10 مفرش ومغلف بكوير خوتي السيارة طوله 90 مليون موجودة في الجزائر القبة. قرأوا البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. فورد فيستالاني 2008 الطاقة بنزين المحرك 1.25 شوفوا ماشية 300 ألف اللون بنفسجي كارتيجري صافية خاوتي هاد السيارة فيها موتور محطوط ماهوش مفتوح عطاولو 70 مليون موجودة في الجزائر عين البنيان. نقراو البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. كومبيس 2012 طاقة بنزين المحرك 1.75 شوفوا ماشية 320 ألف كارت جريس صافية السعر مولاها راه يقول 130 مليون فريفيكس خاوتي السيارة موجودة في الجزائر. قرأوا البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. كومبيس 2012 الطاقة بنزين محرك 1.75 شوفوا ماشية 242 ألف كارت جريس صافية صبيغة دوب زيرو خوتي السيارة فيها كلك روتوش السعر مولاها راه يقول 132 مليون قابل للتفاوض خوتي السيارة موجودة في الطرف. قرأوا البطاقة التقنية من خوتي قبل ما تعيطوا المولاه. شافرولي سبارك لاني 2006 طاقة بنزين المحرك 1.068 شوفوا ماشية 320 ألف اللون أسود كاتيجري صافية خوتي هذه السيارة فيها كلك روتوش قرار بطاقة تقنية من خوتي قبل ما تعيطوا المولاه. كيو كيو 2016 طاقة بنزين محرك 1.68 شوفوا ماشية 131 ألف كارت جريس صافية السعر مولاها راه يقول 79 مليون قابل للتفاوض خوتي السيارة موجودة في البويرة. قرار بطاقة تقنية من خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه.